الموضوع كابتن اسماعيل برضه هيقول لنا ذكريات جميله جدا عن كاس العالم 1990. استاذ ياسر عبد العزيز عنده كواليس كتيره جدا عن مباراه امس وايه اللي حصل فيها، هنتكلم برضه عن اشياء كثيره واشياء جميله حصلت امبارح. ونقلا عن بوابه اخبار اليوم، محمد صلاح يتفوق على الخطيب وحسام حسن ومتعب والصقر. التقرير بتاع محمد جاهز يا وليد؟ طيب، محمد صلاح نجم مصر وليفربول تفوق على أسطورة مصر الكروية محمود الخطيب ورمز الأهلي مختار التتش والأسطورة حسام حسن والصقر أحمد حسن والجان عماد متعب. وجاء تفوق صلاح بالأرقام والأهداف على هؤلاء النجوم الكبار، وذلك في ترتيب هدافي مصر بالتصفيات المونديالية على مدار تاريخها. جاء صلاح في المركز الثالث بين هدافي مصر بالتصفيات برصيد 11 هدفا، متفوقا على حسام حسن الرابع برصيد 9 اهداف، واحمد حسن الصقر الخامس برصيد 7 اهداف، والخطيب ومتعب في المركز السادس ولكل منهم 6 اهداف، ثم مختار التتش في المركز الثامن وله 6 اهداف ايضا. ومن خلال بوابه اخبار اليوم عملنا فيديو كده، او عملت طبعا بوابه اخبار اليوم فيديو للكابتن محمد صلاح. خلينا نطلع نشوف هذا الفيديو ونرجع نكمل مع حضراتكم بقيه اخبارنا. حلو يا ابني، يلا يا صلاح، جون بقى، جون 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 جون، ياهي ايوه كده، الحق الله، لكن باذن الله محمد صلاح، محمد صلاح، محمد صلاح، ده ضربه كامبا، كره مقطوعه، ادي سلاح الكرات السريعه المرتده، محمد صلاح.